السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة على استقبال الكتاكيت او استقبال بط او استقبال اي حاجة. انا عندي البوكس بتاعتها هي كان فيها بط قبل كده ونظفتها وجبت اشتريت البتاعة ديت، قلت بقى هقوم بيها. وبعد كده حطينا العلف في المية بالشكل ده مكان اهوت اهو فوق وتحت، وحطينا البان فلور ده استقبال مضاد حيوي واسع المجال ممتاز جدا من ناس مضمونة بالسولوتيب بتاعته. والله العلامة المائية اهي. ليه بوريك العلامة المائية؟ عشان تعرف ان هو دواء اصلي، لازم يكون دواء اصلي.